بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطلبات التعليم الفني تخصص الزخرفة والإعلان، تحية طيبة ليكم وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. النهاردة هنتكلم على مادة تاريخ الفنون الزخرفية، وهنتكلم على الفن الإغريقي أو الفن اليوناني. طيب لو حبينا ان احنا نعرف ايه اللي احنا هناخده النهاردة في تاريخ الفن الإغريقي، هناخد العوامل المؤثرة في هذا الفن، هناخد العناصر الزخرفية المميزة ليه، هناخد الحرف والفنون التطبيقية التي ميزته، سواء كانت هذه الحرف والفنون الخاصة بالعمارة والخاصة بالخزف والخاصة بالنسيج والخاصة بالصناعات المعدنية والخشبية. بإذن الله تعالى نجهز ورقة وقلم ونركز كده بإذن الله مع بعض عشان نفهم الدرس كويس. نبتدي نبص على الشاشة. عندنا العناصر اللي احنا ذكرناها: نشأة الفن الإغريقي، العوامل المؤثرة فيه، عناصر الزخرفة المميزة لهذا الفن، سماته وخصائصه، الألوان المستخدمة في الفن الإغريقي، الفنون التاريخية والتطبيقية المميزة لهذا الفن. أول حاجة هنتكلم على نشأة الفن الإغريقي وليه سموه الفن الإغريقي. الفن الإغريقي لما نيجي نتكلم عنه في دولة اليونان القديمة هتخطر لبالنا كلمة واحدة اللي هي كلمة إتقان. والفضل في ده بيرجع للهيلينيين القدامى اللي هم أجداد اليونان، اللي تركوا لينا روائع فنية تحظى بإعجاب الجميع، سواء كانت هذه الروائع معابد أو تماثيل أو منحوتات أو أواني خزفية ذات أشكال غاية في التناسق وفي الجمال. الحضارة الإغريقية يسر لها موقعها الجغرافي التعرف على المدنيات الأقدم منها في حوض البحر المتوسط، ده خلاهم يبتغوا ان هم يكونوا متفوقين، حاولوا ان هم يبتغوا الكمال في الفن، وعشان يصلوا الى ما يبتغوه اتجهوا الى تقليد الطبيعة في الفن بتاعهم. وكانت عندهم ثقافة وفلسفة تستند للاستفسارات لما وكيف ومتى، وبذلك كان الفن العظيم نقطة تحول كبيرة في المدنيات المقبلة كلها في أوروبا. غالبا أن الفن الإغريقي قيل عنه أنه فن إنساني أو فن في مستوى الإنسان، وده كان نابع من أن المهندسين والفنانين بتوعهم أولوا عناية فائقة لحساب النسب وتأثيرات الإيقاع والتماثل، وعوض عن ذلك أن يرفعوا من شأن المعبودات بتاعتهم أو الآلهة بتاعتهم ويخصوها بالمهابة، جملوها وجعلوها في شكل إنساني وفي مستوى الإنسان، وجعلوا الإنسان هو مركز هذا الكون. لو بصينا للفيديو ده، الفيديو ده بيعبر عن الحضارة الإغريقية القديمة كاملا، وهنتكلم عنها أثناء ما الفيديو شغال. الحضارة الإغريقية القديمة ليه سموها إغريقية؟ يعني احنا بنسموهم يونان، لا، هي بلدهم باللغة الإنجليزية اسمها جريس، والإغريق اسمهم جريج، والعرب يعني غيروا الاسم لحاجة تكون سهلة في النطق وفي الكتابة فسموهم الإغريق. اللي احنا شايفينه عبارة عن مظاهر الفن الإغريقي، سواء كان المظاهر الخاصة بالتصوير أو المظاهر الخاصة بالمكان بتاع ظهور
هذا الفن الظواهر الخاصة باللي هي الناس المختلفة، يعني دول أسبارتا مثلا، دي تمثل الأسبرتيين، هنا يمثل أثينا واللي هو المدينة الخاصة بأثينا والحكماء والفلاسفة بتوع أثينا والأماكن اللي هم كانوا بيقفوا فيها يلقوا الشعر للناس. هنا ده معبد البارسونين، وده معبد مشهور جدا في أثينا، ودي تمثال يمثل آلهة أثينا أو معبودة أثينا. هنلاحظ التماثيل بتاعتهم، في بعض التماثيل وصلت لنا متكسرة. طيب وصلت لنا متكسرة دي ممكن يكون لها سببين مهمين قوي. إما إن في بداية العصر المسيحي كان هناك تحريم للتماثيل، فبعض اللي هم المؤمنين الجدد أو المتشددين قاموا بتكسير هذه التماثيل عشان يعني ما يقلدوش الخلق، وده يعني حصل في فترة تانية عندنا في الفن الإسلامي هنبقى نتكلم عنها. ده حاجة أولانية. الحاجة التانية إن كان الفن الإغريقي يختلف عن الفن المصري من حيث في مظاهر النحت، وده هنتكلم عنه لما نوصل للنحت، نقول ليه إن النحت المصري رغم إنه أقدم من النحت الإغريقي ولكن فضل، والنحت الإغريقي اللي جه بعد النحت المصري بألف أو 1500 سنة وصل لنا مكسر. دي الشكل للأواني الخزفية الإغريقية اللي كانوا بتمثل مظاهر الحياة العامة للإغريقيين أو للشعب الإغريقي، وتمثل المظاهر الخاصة للحروب اللي كانت بتحصل ما بين الإغريق وبعضهم. ولازم تعرفوا إن المنطقة أو اليونان كانت عبارة عن مجموعة من الجزر المختلفة ومجموعة من الإمارات الصغيرة اللي كان كل إمارة ليها ملك وليها حكم، لكن كانوا أحيانا بيتحدوا فيما بينهم لما بيطلعوا برة عشان يروحوا يعملوا غزو لدولة أخرى. فكانت أثينا وكانت إسبرتا وكانت فينيقيا، وكانت في عدد كبير جدا من اللي هي المدن والممالك الصغيرة في دولة اليونان كانوا كلهم اسمهم إغريق، وهذه المدن اتحدت فيما بعضها في أكتر من مرة. طبعا طلع لنا من عندهم الفلاسفة العظماء زي سقراط وزي فيثاغورس، عدد كبير من وأرسطو، عدد كبير من اللي هم الفلاسفة العظماء خرجوا من بلاد اليونان أو بلاد الإغريق. نيجي نتحرك نروح للعوامل اللي أثرت في فنون بلاد ما بين النهرين. أول حاجة المؤثرات الجغرافية، الموقع الجغرافي كان ليه تأثير كبير جدا في بلاد اليونان أو بلاد الإغريق، أثر ده في التميز بتاعها، هي محاطة بالبحار من جهات ثلاثة ومتصلة باليابسة من جزء واحد صغير، ليها تضاريس عديدة. التضاريس دي أثرت لها أنها تنشئ المواني للتجارة مع الفينيقيين وسواهم في البحر. طب الفينيقيين دول اللي هم أجداد اللبنانيين الحاليين أو اللي هم لبنان، ودول أجدادهم كانوا من ناس عظماء قوي في موضوع اللي هو البحار، وكانوا بيجوبوا البحار بالسفن بتاعتهم وسبقوا العالم كله في الخروج إلى المحيطات، خرجوا من البحار الضيقة إذا كان البحر الأحمر أو البحر الأبيض وطلعوا للمحيط الهادي أو المحيط الأطلنطي. وكان الإغريق خدوا اللي هي فنون البحار من الفينيقيين. كان عامل مؤثر قوي إن الجو بتاعهم كان جو لطيف. نشأت بذور الفن الإغريقي في المستعمرات والجزر القريبة من بعضها. امتدت المدنية الإغريقية لصقلية وجنوب إيطاليا وأسيا الصغرى، والتكوين الجبلي للبلاد دي كان ليه عامل على تكوين الجماعات السكانية المنفصلة اللي احنا قلنا عليهم من شوية،
ان كل جماعه سكانيه كان ليها حكومه مستقله. كمان كان عندهم ثروه كبيره جدا من الرخام الشاهق الابيض، اللي هو الرخام اللي احنا بنسميه المرمر او بيسمى عندنا برخام كرارة. المباني كانت عندهم بتشيد من الحجر، وكانوا احيانا بيكسوها بطبقه من الاستاكو. استاكو يعني حاجه كده زي الجبس، يدين اللون الابيض عشان يعني تبان المباني كانها يعني واخده طبقه خارجيه من الرخام. كان في عندنا مؤثرات اجتماعيه، اللغه والتقاليد والعادات الرياضيه والدينيه والفلسفيه جمعت شتات طوائف الاغريق. عايز اقول لكم ان الاغريق كانوا احيانا يقعدوا يحاربوا بعض بالستين سبعين سنه، البلاد دي يحاربوا فيما بينها يعني. طيب لغايه ما في يعني احد الفلاسفه قال لهم طيب انتوا عايزين تثبتوا تفوقكم مع بعض، فبدل ما تثبتوا تفوقكم بحرب اثبتوا تفوقكم بمباريات. عشان كده ظهرت عندهم اللي هي الدورات الاولمبيه اللي احنا ما زلنا بنعملها لغايه دلوقتي. اول ما ظهرت في اثينا او ظهرت في بلاد الاغريق. طبعا المنطقه اللي هي كانت بتحيط بيهم منطقه بحر ايجا وجنوب ايطاليا، وكانوا قريبين من اسيا الصغرى، وزي ما ذكرنا كان اسمهم هيلينيين، وكانوا بيميزوا نفسهم عن سائر البشر، وكان لهم عبيد، وكانوا بيعتبروا الامم المحيطه بتاعتهم امم من الهمج، يعني كانوا بينظروا للناس من فوق يعني. الالعاب الاولمبيه نسبت الى جبل اوليمب، كانت اعظم رابطه لمدائنهم، كانت احدى ركائز الحياه الاجتماعيه انذاك. انفرد الاغريق بتقدير الجمال الانساني، ولذلك فيما يخص الجمال الانساني هتلاحظوا ان العري عندهم كان ليه دور كبير. يعني حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نحد من العري في الحلقه وقطعنا صور كتير، وكانوا بيقدسوا الجسم الانساني قوي. وكانت الديانه الاغريقيه قايمه على الجمال، وقايمه على تقديس الانسان وتقديس الجمال الانساني وتقديس النسب الانسانيه. وكانت قايمه على الاساطير الوهميه، ولكن ده ما كانش يمنع ان هم كان عندهم مثل عليا، وكان عندهم فضائل، وكانوا بيهدفوا لتكوين الفرد المتفوق جسمانيا لحاجتهم ليه في السلم والحرب على حد السواء. طيب نيجي نتكلم على المؤثرات التاريخية. الحضارة الإغريقية أو الحضارة اليونانية بدأت بعد انتهاء إحدى الحضارات اسمها الحضارة الموكينية أو الميسينية. وعايز أقول لكم إن الاسم يونان يمكن موجود في الكتاب المقدس كأحد أبناء نبي الله، يعني أو أحد أحفاد نبي الله يعقوب، اللي هو نزح إلى هذه الأرض وبدأ يتشكل حواليه شعب زي ما حصل مع سيدنا إسماعيل في جزيرة منطقة العرب أو منطقة جبال فران أو منطقة الحجاز. طبعا كانت مرحلة اللي هي الأولى بدأت في مرحلة ما قبل الكلاسيكية، ودي كانت حوالي 1100 سنة قبل الميلاد. كان في عندي بعد المرحلة الكلاسيكية عندي مرحلة اللي هي اسمها مرحلة الانتقال، ودي كانت من 1100 سنة قبل الميلاد لحوالي 700 سنة قبل الميلاد. كان عندي المرحلة الكلاسيكية، والمرحلة الكلاسيكية دي كانت من 600 سنة إلى 350 سنة قبل الميلاد. وبعد كده بدأت المرحلة الرابعة اللي هي المرحلة اللي بدأت فيها زوال دولة اليونان أو دولة الإغريق القديمة، اللي بدأت بموت الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، وحتى الاحتلال الروماني للإمبراطورية الإغريقية اللي بدأ عام 31 قبل الميلاد وانتهى بموت كليوباترا الحادية والثلاثين في مصر، واحتلال الرومان لمصر وانتهاء دولة البطالمة في مصر اللي هي كانت امتداد
للحضارة الإغريقي. نيجي للعناصر الزخرفية في الفن الإغريقي. الزخارف الإغريقية كانت شكلها جميل، تميزت بالرشاقة والنحافة والخطوط المنحنية والحلزونية والدوائر المتصلة، وهناك عدة عناصر للزخرفة الإغريقية. أهم العناصر دي وأبسطهم كانت العناصر الهندسية. تمثلت الوحدات الهندسية الزخرفية في الفن الإغريقي من النقطة والدائرة والخطوط المتوازية أو الخطوط المتقاطعة، اللي كونت أشكال هندسية متكررة على أبعاد متساوية، ودي كانت بتدي أسطح ممتدة، يعني ممكن في سقف من الأسقف لأحد القاعات الكبيرة ياخد العناصر الأشكال الهندسية ويكررها على أبعاد متساوية جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها، ويلف بيها السقف ككنار من فوق لغاية ما تتقابل في نقطة تانية، ودي كانوا بيسموها الأسطح الإيه؟ الممتدة. واعتبر أيضا الخط المموج والخط اللولبي والخط الحلزوني والخط المنفرد أو الخط الممزوج، اللي هو ممزوج من عدة خطوط، من أسس التصميم في المجالات المتعددة المتعلقة بفنون بلاد ما بين النهرين، اللي فنانيها اشتهروا بدقة عملهم وتنوع الأعمال بتاعتهم. لو حبينا نبص على الوحدات دي هنلاقيها إنها في الأول كانت بسيطة، ثم ازدادت في التعقيد والتداخل في أشكال من الصلبان المعقوفة أو الصلبان المتصلة أو المتاهات، وهنشوف كل الأشكال دي، وتدخلت وحدات متبادلة من خطوط هندسية وبعض الوحدات النباتية كالزهيرة والأنتيمون أو اللوتس. هنلاحظ في الصورة دي مجموعة من الوحدات الهندسية المختلفة التي خاصة ببلاد ما بين النهرين. هنلاحظ هنا وحدة احنا نعرفها بفيرزاتشي، الوحدة فيرزاتشي دي او وحدة المتاهة في بلاد ما بين النهرين، ودي احد الوحدات المميزة جدا لبلاد ما بين النهرين. هنلاحظ اللي هي الخط المتعرج الهندسي موجود فوق على اليمين. هنلاحظ الالوان كمان بتاعتهم، وهنتكلم عن الالوان دي فتره او في مرحله تانية. هنلاحظ كمان ان هم استخدموا الخطوط الزخرفيه الهندسيه في زخرفه الاواني اللي هي الخزفيه بتاعتهم. هنلاحظ هنا الخط اللي بيمثل المموج اللي بيمثل موج البحر. هنلاحظ استخدام النقطه والخطوط في رسم الروزيتا بشكل هندسي أو الزهيرة، موجود هنا على الجنبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. وهنلاحظ استخدام الخط والخطوط المنحنية بأشكالها في رسم الزهيرة ورسم الأنتيمون ورسم اللوتس اللي هو اللوتس الإغريقي. لو جينا هنا هنلاقي فيديو سريع كده بيمثل رسم الخطوط الهندسية في فنون الإغريق أو اليونان. دي الفيرزاتشي أو المتاهة، هنا خط وخطوط أخرى، الخط المموج والخطوط والصليب الصلبان المعقوفة والفيرزاتشي بصورة تانية. وهنلاحظ في جانب الصورة أنه هو هيرسم آنية ويستخدم الزخارف الهندسية دي في زخرفة هذه الأنية من الخارج بالخطوط الجميلة الرشيقة بتاعته. طيب نيجي بعد كده نتكلم على العناصر النباتية. أول الأشكال النباتية في بداية الأمر في فنون الإغريق اشتقت من الفن المصري القديم. خدوا من الفن المصري القديم اللوتس، وخدوا البردي، وخدوا زهرة الأنتيمون والزهيرة أو الروزيتا. استخدموا الزخارف النباتية بكثرة في زخرفة العمائر بتاعتهم، وكانت أشهر حاجة نباتية عندهم اللي هي ورقة الأكانتس الإغريقي، وسواها من الوحدات المستعملة
في ذلك العصر كالزهور والثمار وأفرع النبات وباقات الزهور. طيب استخدموا بكثرة اللي هي زهرة الأكانتس، رسموا الأوراق بتاعتها في أشكال مختلفة وتنايات مختلفة جميلة المظهر، واستخدموها في زخرفة المباني وتيجان الأعمدة، ومن من أشهر الأعمدة اللي فيه زهرة الأكانتس العمود الكرونسي، إما مستقلة أو بحفرها في حشوات رخامية معمارية. لو حبينا نشوف كده يعني مقارنة سريعة، بما ان احنا خدنا في الحلقة السابقة في فن بلاد ما بين نهرين او الفنون الاشورية، هنلاحظ اللوتس المصرية القديمة الرشيقة بالبساطة بتاعتها والجمال بتاعها وتعدد الاوراق بتاعتها والبرعم بتاعها، هنلاحظ الاشورية بازدواج الخطوط بتاعتها والفخامة والبهاء والعظمة بتاعتها، هنلاحظ البساطة بتاعت اللوتس الإغريقية سواء كانت اللي هي الزهرة بالبرعم أو الزهرة بصفة خاصة والرشاقة بتاعتها والنحافة بتاعتها والبساطة بتاعتها. لو جينا نتكلم على الأنتيمون، الأنتيمون المصري يشبه ورقة القطن أو يشبه زهرة القطن كده. الأنتيمون الأشوري عظم شكل الأنتيمون المصري وعمل ازدواج للخطوط وازدواج للالوان بتاعته وكبر حجمها وزودها فخامه. الاغريقي عمل الانتيمون بشكل جميل ومبسط وفخم برضه، ولكن كانت الزخرفه بتاعته زخرفه رشيقه وخطوطه خطوط مبسطه قوي ولكن جميله. نيجي للزهيره او الروزيتا المصريه، دي المقارنه، المقارنة دي ممكن تيجي في الامتحان على فكرة، اللي هي الروزيتا المصرية القديمة والبساطة بتاعتها، الروزيتا الأشورية اللي هي عملت عبارة عن ازدواج للخطوط في الروزيتا المصرية، والروزيتا الإغريقية اللي هي قربت قوي من شكل الوردة الطبيعية. احنا قلنا ان الإغريق يعني بقدر المستطاع قلدوا ايه؟ قلدوا الطبيعة بنسبة كبيرة. نيجي هنا بقى للملك الزخارف أو العناصر النباتية في فنون بلاد الإغريق اللي هي زهرة الأكانتس. زهرة الأكانتس دي زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن مجموعة من الأوراق النباتية اللي طالعة في خطوط معينة، وهو رسمها تشبه قوي إلى حد كبير الزهرة الحقيقية. ليها أطراف مدببة كانوا بيسموها الحلمات المدببة بهذا الشكل، وزي ما احنا شايفين هنلاحظ التماثل الماثل ما بين جانبي الشكل لزهرة الأكانتس. هنا هذه الزخارف النباتية الأخرى الملونة بتوضح لنا شكل الألوان اللي كانت بيستخدموها الجماعة في بلاد الإغريق. هنلاحظ اللي هي زهرة الأنتيمون، وهنلاحظ زهرة الأنتيمون بشكل، وهنا مقلوبة بشكل أبسط منه. هنلاحظ التماثل اللي موجود ما بين جانبي الشكل. هنلاحظ أن الأنتيمون استخدمت بكثرة قوي في بلاد الإغريق برضو، يعني ثالث الأهمية لزهرة الأكانتس كانت زهرة الأنتيمون، واستخدمت الروزيتا بصورة أكثر بساطة. هنلاحظ هنا عنصر مهم قوي من العناصر الرمزية. العنصر المهم قوي ده عنصر بيسمى البيضة والحربة، يمكن العنصر مقلوب البيضة والحربة، بيمثل الموت تعاقب الموت والحياة. الحربة تمثل الموت، الحربة المقلوبة دي، والشكل البيضاوي ده أو اللي هو بيمثل الحياة أو بيمثل اللي هو خروج الجنين من بطن أمه أو خروج الطائر من البيضة، فبيمثل الحياة، وتعاقب الحياة والموت بيمثله اللي هو تعاقب أو تبادل الشكل في البيضة والإيه والحربة. نيجي بقى للعناصر الحيوانية.
استخدموا زخارف نباتية مشتقة من الكروم أو المسخ، اللي هي نبع من إيه؟ رؤوس حيوان أو رؤوس طير، أو مزج الحيوان بأجنحة الطير، يعني كان يعمل حيوان بجناح طير زي بيجاسوس اللي هو الحصان بتاعهم اللي هو ليه جناح عامل زي جناح النسر العملاق اللي هو كان مشهور في اللي هي الأساطير الخاصة ببلاد اليونان أو بلاد الإغريق. رسموا أجنحة الطير ومخالب أو مناطير اللي هي الحيوانات أو الطيور الكاسرة زي النسور وزي الصقور. استخدم برضو عنصر التنين وصاغه قوي في الزخارف اللي هو رسمها على الجدران بتاعة المعابد والقصور بتاعته، والتنين ده كان ليه منقار نسر. رسم برضو تنين أو وحش نافخ للهب، كمان اتأثروا بالفن المصري القديم، عملوا تماثيل أربعة زي أبي الهول كده بجسم أسد، كان التمثال ده بينتهي بنصف سيدة من أعلى، نص يعني النص من أول كده الوسط لحد فوق، وجسم السيدة في النصف الأسفل. وهتلاقي كان عندهم برضو خيول تسمى القنطور أو حيوان القنطور. الخيل ده كان عبارة عن عبارة عن جسم حصان، وعند رقبة الحصان في نص إنسان من وسطه كده بدراعاته برقبته، وده كان برضو من اللي هي الأساطير اللي كانت الحيوانية أو الحية أو الرمزية اللي كانت موجودة عند فنان بلاد ما بين بلاد الإغريق. عفوا أنا ممكن أكون قلت بلاد ما بين نهرين، لكن هي بلاد اليونان أو بلاد الإغريق. هنلاحظ في العناصر الحية بتاعتهم بعض العناصر برضو زي الرمزية زي عنصر راس ميدوسا، وميدوسا ده من العناصر اللي هي الرمزية الحية اللي موجودة عندهم المشهورة قوي، زي ما احنا شايفين كده هم معمولة من الفسيفساء أو الرزمالتو، وجه امرأة، ووجه امرأة شعرها كان بيخرج منه، ما كانش شعر، كان عبارة عن مجموعة من التعابين السامة اللي هي كانت بتحميها، وكان ليها جسم حية. وميدوسا من الأساطير اللي هي موجودة عند الإغريق اللي كان يقال فيها إنها لما بتنظر في عين حد بيتحول لحجر، يعني من الحاجات اللي هم كانوا بيخوفوا بها الولاد كده في بلاد الإغريق. يعني برضو هنلاقي من العناصر الحية عندهم عناصر زي صيد الغزلان، وهنا نرى اتنين من الفرسان يعني حصروا غزالة او وعل من الوعول، ويعني كانوا بيصطادوه او بيقتلوه بطريقة زي ما احنا شايفين فيها نوع من الوحشية شوية. نيجي للعناصر الرمزية، استخدموا عندهم من العناصر الرمزية إكليل الغار. إكليل الغار ده كده حاجة كده تشبه يعني أغصان الزيتون، وهي يعني مقفولة كده عاملة دايرة على بعضها، وكان بيرمز إلى النصر. وكان إكليل الغار بيعملوه للقائد بتاعهم من الذهب ويلبسوا على دماغه ويعدي من تحت قوس نصر وهو راجع لبلاده وهو منتصر في أحد المعارك أو أحد الحروب اللي هم كانوا دايما بيخرجوا ليها. وهنلاقي ان عندهم الرسوم ايضا الخرافية زي ابو الهول، وقلنا في صورة امرأة، وكانت عندهم الرمزية اما خرافية او منقولة من الطبيعة. ابتدعوا زخارف معمارية من البيض والحربة وكلمنا عنها، اللي هي بترمز لتعاقب الحياة والموت، ورسموا أشكال المعبودات أو الأرباب اللي هم عبدوها بمظاهر وقوى الطبيعة والنشاط الإنساني والحروب والفكر وغير ذلك. هنا ده التمثال اللي هو بيمثل أبو الهول الإغريقي اللي بيمثل جسم أسد، وهنلاحظ برضو أن ليها جناح، والجزء العلوي من امرأة باليدين والصدر والرقبة،
ومعمولة من الرخام اللي هو اللي كان موجود في جبال اليونان. غالبا كان عندهم تنوع هائل جدا في انواع الرخام اللي موجودة عندهم، واشهرها طبعا الرخام الابيض اللي احنا اتكلمنا عليه. نلاحظ في اشكال الالهة عندهم او المعبودات بتاعتهم، كانوا دايما بيعملوهم في مظهر انسان. وهنا هنشوف أثينا بترتدي الزي او الزي الحريمي المشهورة به نساء الاغريق، وتمسك في يدها شعلة أثينا او الشعلة الاولمبية، وده كان تمثال كبير موجود في احد المعابد او معبد أثينا. وهنلاحظ ايضا على الجانب الاخر تمثال أبولو اللي هو ليه جناحين وليه قبعة او طاقية بيلبسها، برضو ليها جناحين، وماسك في ايده برضو صولجان. الصولجان ده فيه اتنين من التعابين، والصولجان نفسه فيه جناحين. وأبولو كان بيرمز عندهم لمعبود الدهاء والاحتيال وقيل السرقة في بعض الأحيان، وكانوا يعني ايه بيتوسلوا بيه لما يكونوا طالعين يعملوا حاجه غلط، يعني حاجه فيها نوع من السطو او الصرخه يعني. السمات والخصائص اللي ميزت الفن الاغريقي. الفن الاغريقي او الفن اليوناني كان ليه غرض اساسي. الغرض الاساسي بعض العلماء قالوا هو كان غرض زخرفي خالص، كان مجده فيه الجمال، وما كانش بيعبر عن فكرة معينة، وكان من الصعب ان هو يقولوا عليه انه زخرفة للدلالة عن مضمون معين. لكن انا بختلف مع هذا الرأي. الزخارف والعناصر الزخرفية الإغريقية في كثير منها كانت رمزية وكان ليها فلسفة معينة في الرسم بتاعها. الإغريقيين كانوا متأثرين قوي بالملاحظة والتأمل والمشاهدة من الطبيعة، وكان بعض الفلاسفة بياخدوا اللي هم الطلبة بتوعهم ويمشوا بيهم، يعني يمشوا بيهم كده سيارين، يمشوا كان لهم اسم كده معين ان هم بيمشوا على الأرض سيارة، ويبتدوا ان هم يتأملوا في الطبيعة بتاعتهم وينقلوا من الطبيعة دي حاجتين، ينقلوا فلسفة الطبيعة وينقلوا فنون الطبيعة. لأن الطبيعة هي عبارة عن كتابين، كتاب منظور وكتاب فلسفي. الكتاب المنظور نقدر نرسمه، الكتاب الفلسفي والوجداني نقدر ان احنا نحسه ونعبر عنه بالكتابة بجانب الرسم. من خلال فحص الزخرفة والألوان المتبقية في الآثار الإغريقية، لاحظنا أن الرسوم اللي وجدت على الأواني بتاعتهم واللي غالبا ما كان يتعرف عليها أنها إغريقية، بمجرد مشاهدتها يعني قدرنا أن احنا نحدد أن الأضرحة الخاصة بيهم والمقابر الرخامية البيضاء الإغريقية كانت مغطاة بالكامل بالزخارف المرسومة والملونة، اللي كان أي إنسان فينا بمجرد ما يبص لها كده يقول ده يا إما فن إغريقي أو فن روماني. لحد دلوقتي إحنا لما بنمشي في الشارع ونبص على بعض المباني القديمة اللي موجودة عندنا في وسط البلد، في شارع شريف وفي شارع 26 يوليو وفي شارع الشوارع اللي هي المحيطة بيه، نلاحظ بعض الزخارف لما نبص لها كده بنقدر نحدد اللي هو الطراز بتاعها الفني، سواء كان طراز إغريقي أو طراز روماني أو طراز بيزنطي، وقليل ما بنجد الطراز الفرعوني موجود في العمائر اللي هي اللي موجودة دلوقتي. الألوان اللي سادت مميزة الفن الإغريقي، كان عندهم الألوان بسيطة وهادية، استخدموا الأخضر القاتم والأخضر الزمردي والزيتوني، واستخدموا الأزرق والبني والأسود، وأحيانا استخدموا الأحمر الذهبي والأحمر الهندي اللي كان بيعملوا بيه الخزف بتاعهم، واستخدموا الذهب والفضة كألوان. لو جينا بقى نتكلم على الفنون التاريخية للفن الإغريقي، عندنا فن العمارة،
عندنا فن النحت، عندنا فن التصوير والزخرفة، عندنا الحرف والفنون التطبيقية. فن العمارة، الإغريق أقاموا المعابد بتاعتهم على قمم الجبال لأن هم كانوا بيعتقدوا أن الآلهة بتاعتهم بتسكن فوق قمم الجبال. المعبد الإغريقي كان عبارة عن حجرة مستطيلة كبيرة بدون فتحات، ومحاط بها ممرات من جهتها الأربعة، ويحد الممر من الخارج صف أو صفين من الأعمدة، وكان بيزين الواجهة بتاعته المعبد جملون على شكل مثلث مرسوم عليه أشكال الآلهة الإغريقية بتاعتهم، وبيرتفع المعبد عن الأرض بثلاث درجات. ابتدع الإغريق ثلاث طرز معمارية لمبانيهم. هو كان في عندنا غير الأعمدة بقى، عندي المعبد الدوري، وعندي المعبد الأيوني، وعندي المعبد الكورنثي. وكانوا بيسمى الأعمدة دي وفقا للعمود، المعابد دي كانت بتسمى الأسماء دي وفقا للعمود المستخدم في بنائها. يعني لما يكون معبد مستخدم فيه الأعمدة الدورية هي اللي بتحيط بيه يقول لك ده معبد دوري، الأعمدة الأيونية هي اللي بتحيط بيه يقول لك ده معبد أيوني، وهكذا في المعبد الكورنثي. وصف أحد العلماء المعماريين اسمه فيتروفيوس، عالم معماري يوناني، شكل العمود. قال ان العمود الدوري بيمثل نسبة الرجل الايوني. العمود الدوري يمثل شكل الرجل الايوني. معلش انا اسف، العمود الدوري يمثل شكل المرأة، والعمود الايوني العمود الايوني يمثل النسب الجميلة للمرأة. حليات اسفل العمود تشبه التطريز، وهنشوفها دلوقتي لما نجيب شكل العمود الذي كان له من تحت شكل يشبه الملبس حول قدمين. والودن الحلزونية بتاعة العمود الأيوني كانت بتمثل شعر أو التاج بتاع النساء. والخشخان بتاع العمود اللي هنشوفه برضو بيمثل شكل طيات الملابس اللي كانت بتمثل الفساتين بتاعة النساء. لو احنا بصينا لأشكال الأعمدة اللي كانت بتميز المعابد الإغريقية هنلاقي هو ده العمود الدوري. والعمود الدوري كان أضخمهم، وكان ليه جسم مضلع زي ما احنا شايفينه كده، وطبعا التقطيع دي عشان كان بيتكون من طبقات فوق بعضيها. العمود الأيوني اللي هو بيقلد ان هو بيمثل شكل النساء، اللي هو الجزء ده اللي يعني يشبه شعر النساء، والجسم بتاعه اللي فيه يعني حفر كده غائرة للداخل اللي هي كانوا بيسموها خشخان، والقعدة بتاعته. والعمود الكورنثي اللي هو كان عبارة عن زهرة الأكانتس، عبارة عن فروع من الأكانتس مرصوصة بجوار بعضيها. وزهرة الأكانتس برضو كان بدن العمود بتاعها خشخان أيضا، وليه قاعدة من ثلاث درجات. طب لو حبينا نتكلم باستفاضة عن الطراز الدوري هنلاقي اللي هو ليه تاج بسيط، فكرته متاخدة من العمود المضلع الفرعوني، ليست له قاعدة ترتكز على ثلاث درجات. بترجع التسمية بتاعته نسبة إلى دوريس، اسم مقاطعة ببلاد الإغريق الوسطى. والمشهور أن أقدم معبد بني ببلاد الإغريق واستعملت فيه أعمدة، أعمدة هذا الطراز، هو معبد هيريون بمدينة أولمبيا، واتبنى سنة 700 قبل الميلاد. هنا نقدر نشوف اللي هو شكل العمود الدوري أو الدوريكو. يعني نشغل كده، ده شكل العمود الدوري واستخدام الأعمدة الدورية في بناء المعابد. لو احنا بس رجعنا هنا تاني، العمود الدوري نرجع له تاني كده، نبص بصة كده، وهنوقف الصورة في حتة معينة. نلاحظ هنا الاتصال بتاع العمود بسقف المعبد كان بيتم الاتصال ازاي، عن عبارة عن يعني جلسات عرضية هي اللي رفع سقف المعبد عن طريق الأعمدة اللي هي الخاصة بالمعبد. وده شكل العمود الدوري
شكل اللي هو التاج اللي بيميزه شكل البدن بتاعه اللي هو مضلع. نيجي للنوع الثاني اللي هو طراز المعبد الايوني وطراز العمود الايوني. ده كان ليه معبد طراز منظر مهيب ورونق في الهيئه المعماريه. لما نقارنه بالدوري نرى انه هو اقل منه في الحجم. النصين بتوع جانبي التاج متماثلين. الاعمده بتاعته اطول من الاعمده الدوريه وله تاج محلى بفرع حلزوني وله قاعده يرتكز عليها وبدنه في بدنه حفر راسي غائر يسمى بالخشخان. خشخان هي اللي احنا شايفينها دي، هو ده الحفر الراسي الغائر الذي يسمى بالايه؟ بالخشخان. نقدر نشوف يعني فيديو كده سريع عن العمود الايوني. نرجع له تاني هنا. شكل العمود الايوني من اعلى، هنلاحظ الجزء ده اللي هو شكل الحلزوني ده اللي هو بيشكل تاج العمود. هنلاحظ هنا ايه ده بقى؟ قلنا عليه من شوية، البيضة والحربة. البيضة والايه؟ والحربة اللي تمثل ايه؟ الحياة او تعاقب الحياة والموت. هنلاحظ هنا روزيتا في اعلى، كان عمود بسيط، روزيتا في اعلى التاج. وهنلاحظ هنا برضو فوق العمود في الجزء الواصل ما بين السقف وما بين تاج العمود، هنلاحظ برضو شكل الايه؟ البيضة والحربة. البيضة واضحة اهي، والحربة الخط اللي ما بين كل شكل البيضة وبعضها، وقلنا ده بيعبر عن ايه. نيجي بقى للطراز الكورنسي. طراز الكورنسي سمي نسبة الى حديقة، حديقة كورنسي ببلاد الاغريق. الحديقة دي لقوا فيها حاجة كده معينة، هنقول ايه اللي حصل. سبب ابتداع تاج الاعمدة ده ان كان في شابة معينة من منطقة كورنسا دي كان ليها يعني واحدة يعني مرضعة بتاعتها كانت بتحبها. الشابة دي لما ماتت المرضعة وضعت على قبر البنت دي سلة، حطت في السلة دي بكل ما هو عزيز لديها أولادها المتوفية، وغطت السلة دي ببلاطة عشان تحميها من المطر وتحميها من المؤثرات الايه؟ الجوية. هو ده شكل العمود الايه؟ الكورنسي، وازاي اتصاله ما بينه وما بين السقف. خلال الفترة دي اتثابت السلة دي فترة طويلة، بدأت يبقى في أمطار، بدأ يبقى في رطوبة في الجو، بدأ ينمو نبات شوكي كانت جذوره تحت السلة وطلع من حوالين جوانب السلة دي، وبدأت أشكاله تتني وتاخد شكل معين من الداخل للخارج عشان البلاطة كانت منعاها من الصعود لأعلى. وفي الوقت ده تصادف مرور أحد الفنانين كان اسمه كليمة خوص، بهروا الشكل ونقلوا بالظبط زي ما هو كان شايفه في الشكل اللي احنا هنشوفه. نرجع تاني نشوفه ده اللي هو الشكل ده، يعني احنا هنعتقد ان السلة كانت جوه الشكل ده ودي كانت البلاطة اللي فوق، وبدأت تطلع اللي هي نبات الأكانتس حوالين السلة، فبدأ ياخد شكل السلة وبدأ ياخد الشكل ده، ومن هنا ابتدع عندنا اللي هو تاج العمود الكورنسي أو عمود الأكانتس، وسمي كورنسي نسبة إلى مدينة كورنس أو كورنسية. كان تاج العمود المزخرف بصفوف من أوراق الأكانتس ده، ولي قاعدة ترتكز على الدرجات، في بدن وخشخان غائر كما في بدن العمود الأيوني. وقد بني قبر سقراط على الطراز الكورنسي، يعني قبر سقراط عملوا له ضريح، ضريح سقراط ده كان بيحيط بالأعمدة الكورنسية. وفي بعض المؤرخين قالوا ان السبب اللي خلى الإغريق يخترعوا العمود الكورنسي هو شغفهم بتزيين تيجان الأعمدة الأيونية بالأزهار. يعني هو ناس قالوا ان العمود الأيوني ظهر الأول، هم بدأوا بقى عايزين يعني يزخرفوه قوي، فبدأوا يحطوا له اللي هي الأوراق النباتية الخاصة بالأكانتس، فبدأت يظهر عندنا العمود الكورنسي. يعني دي مقولة تانية عن أصل العمود الإيه؟ الكورنسي، وإن هم كانوا بيستخدموا
الاوراق النباتيه كتير قوي في الاغصان المورقه في الاعياد بتاعتهم والافراح بتاعتهم والانتصارات بتاعتهم، وحتى في اقواس النصر اللي كانوا بيمر من تحتها الابطال وهم راجعين من الحرب. يمتاز الطراز الكرنسي بتاع الاعمده ان هو انحف الطرز واجملها في الشكل. هنلاحظ حاجه ان هو الى الان بيستخدم، يعني الى الان انت ممكن قوي انت تيجي عندك في بتعمل ديكور معين في البيت فتنزل يشدك التيجان بتاع الاعمده اللي فيها ورقه الاكانتس دي، فتشتري تاجين وتشتري عمودين وتحطهم في مدخل البيت عندك، سواء كانوا مصبوبين اسمنت او مصبوبين جبس، او بعض الناس اللي هم يعني عندهم القدره الماديه العاليه يعني يشتروهم مصنوعين من الرخام. طبعا التاج الوحيد اللي كان يعني ليه مظهر بديع جدا وبيختلف عن التيجان الاخرى وكان اكثر فخامه كان هو التاج الكرنسي اللي هو شكل الناقوس واللفائف اللولبيه للورق الاكانتس من اعلى. هنا هنشوف شكل فيديو فيديو ليه اللي هو التاج الكرنسي واستخدامه في الزخرفه. هنخش على فن النحت. النحت كان برضو متاثر بالنحت المصري القديم، عدم وجود فراغات في بدايه الامر، وطبعا كان في اختلاف في الاهداف ما بين الفن المصري القديم وفن الاغريق. الاغريق رسموا الابطال الرياضيين بتوعهم وابطال الاساطير في نحت متناسق واوضاع طبيعيه. هنلاحظ في البدايه كان يشبه النحت المصري، استخدموا المنحوتات بتاعتهم كاعمده للمعابد بتاعتهم، كمان استخدموا ابطال اللي هو العدو ورمي القرص والمصارعه والمحارب المحاربين. ادي ده حامل اللي هو الرمح. طبعا قطعنا الجزء الاسفل نظرا لان في يعني احنا ادبيات لازم نراعيها في التلفزيون المصري. التماثيل بتاعتهم اللي معموله من المرمر، تمثال رامي القرص المشهور جدا. نيجي لفن التصوير والزخرفه، ان هم كانوا بيزخرفوا الاسطح بتاعتهم باشكال كتيره من الزخارف سواء كانت نباتيه او عناصر حيه او عناصر هندسيه، والامثله كتيره جدا نقدر ان احنا نشوف بعض العناصر الخاصه بالزخرفه للاسطح المباني بتاعتهم، زي ما احنا شايفين تمثال اللي هو العبد اللي هو بياكل النسر اللي كانوا بيستخدموه في الصيد، وشكل الزخرفه بتاعتهم. الحرف والفنون بتاعتهم نبص كده بسرعه على شكل اللي هي الفنون بتاعتهم الخاصه بالخزف والالوان المميزه ليها، ونختم باذن الله بيها حلقتنا النهارده اللي هي الشكل الخاص بوحدات الخزف الاغريقيه واللي كانوا بيرسموا عليها الاشكال الخاصه بحياتهم اليوميه والخاصه بالابطال بتوعهم والخاصه بالملوك بتوعهم وبالاساطير. لحد هنا نكون يعني انتهينا من الفن الاغريقي. يا رب تكون الحلقه كانت دسمه وكانت يعني مفيده، وباذن الله تعالى نلتقي في الحلقه القادمه في فن مكمل للفن الاغريقي وهو الفن الروماني. تحياتي لكم والى حلقه قادمه ان شاء الله.